خلينا نرتب الكود تاعنا شوي ونضيف تيستينج فريم ورك. هلا احنا بنستخدم هون الفريم اللي بنستخدم بس الكيوكمبر، وهون بالتست كلاس احنا بس بنطبع، ولكن احنا فعليا بالذن لازم نحط اسيرشن. حتى نستخدم الاسيرشن لازم نضيف يا التست ان جي او الجي يونت، ولكن احنا بهاي الدورة او الكثير متعارف عليها واغلب الناس ماشيين انه بيستخدموا الجي يونت مع الكيوكمبر. فلازم نضيف الجي يونت ونحط الاسيرشن ونرتب شوي الكود تاعنا. فخلينا نرجع نعمل انكومنت لهذا اللاين، وهون خلينا نظبط بدل ما انه نستخدم التابل هاي، خلينا هون نحط الاسم تاعنا الكيو اي كارد زي هيك، والباسورد بنحط الباسورد دايركت هون. فهلأ هيك احنا بهاي الحالة لانه عملنا ستيب مشتركة، مرة بنستخدم فيها التابل بالسيناريو اوت لاين، ومرة بنستخدم فيها الفاريابل باستخدام اللاين. خلينا نتأكد اذا الامور تاعتنا كلياتها تمام او لا. نعمل run وخلينا نشوف اذا كان كل اشي باس. بدنا نروح ونضيف التست الجي يونت على البروجكت تاعنا ونضيف الاسيرشن. خلينا نشوف، فتح عمل لوج ان، هاي اول تست كيس مشيها صح. هلا بدي يفتح تاني تست كيس، مرة لازم يبعث كيو اي كارت، تاني مرة لازم يبعث حاتم، وثالث مرة لازم يبعث حاتم، وثالث مرة بدي يبعث جوردن. ففي إلي عندكم سؤال، هلا لو بدنا نتطلع تحت على الكونسول كم سيناريو المفروض انه نشوف، وكم عدد التست ستيبس اللي لازم نشوفها؟ فكروا شوي قبل ما انه ننزل، اعملوا بوز وحاولوا فكروا بهذا الموضوع. هلا لو بدنا ننزل لتحت غير نشوف انه في عنا 4 سيناريوز. ليش في عنا 4 سيناريوز؟ لانه فعليا هاي السيناريو رقم 1، هاي السيناريو رقم 2 لهاي الباراميترز او لهاي الداتا، وهاي وفي سيناريو رقم 3 لهاي الداتا، وفي سيناريو رقم 4 لهاي الداتا. ليش في عنا 12 ستيب؟ لانه هون في عنا 3 ستيبس، وفي عنا هذول الثلاثه لهاي الداتا، وكمان مره هذول الثلاثه صاروا 6 لهاي الداتا، وكمان هذول الثلاثه لهاي الداتا. فالتوتال ستيبس من هون 9 زائد 3، في عنا 12 ستيب. ف 12 ستيب وفي عنا 4 سيناريوز، وغير نشوف تحت انه الريزلتس تاعتنا باس والامور تاعتنا كلياتها بالسليم، وهون على الشمال غير نشوف انه كل ستيبس تاعتنا باس والامور بالسليم. فخلينا هلا نعدل بس هون الشغلات اللي بالذن، لانه احنا هون بس مستخدمين برنت وعاملين هون سويتش تو فريم. ليش عن ايه سويتش تو فريم؟ لما شفنا اللوجو بنخليها. طيب هلا هون احنا المفروض نعمل assertion، فخلينا نروح على البراوزر وخلينا ندور على junit maven dependency. نيجي هون ناخذ اخر واحدة، نعمل copy، نرجع على البروجكت وعلى pom .xml ومنضيفها هون. هلا التوتال ديبندنسيز اللي صاروا عندنا، استخدمنا الكيوكمبر مع جافا، استخدمنا السيلينيوم مع جافا، استخدمنا الويب درايفر مانجر، وهون راح نستخدم الجي يونت. فخلينا نيجي هون مايفن، نعمل ري امبورت، ونيجي على التست ستيبس، نشيل السيستم اوت. هون احنا خلينا نستخدم الاسيرت من الجي يونت. اول وحده بدنا نسوي اسيرت ترو، وهون احنا بعد ما عملنا سويتش للفريم، خلينا نرجع هون بدنا نتأكد انه اللوجو تاعنا موجود. خلينا نرجع، احنا عملناها قبل هالمرة، ليش شطبناها نشيلها. هلا هون احنا بدنا نسوي الاسيرت دوت ترو، بدل ما نعملها برنت بدنا نحط انه is displayed، لانه هاي الاس displayed اذا انكم متذكرين من درس السيلينيوم بترجع لنا ترو اور فولس. فلو كانت ترو، لو بينت عندنا اللوجو، التست كيس المفروض ترجع لنا انها باس. هلا هون لما انه نحط باسورد غلط، خلينا نرجع هون على السي ار ام بي ار او ونعمل لوج اوت. هلا
هون ما بيعطينا ايرور بهذا الموقع. خلينا نتأكد، احط wrong username wrong password اكبس log in. فهلا هون المفروض انه يرجع لهي الصفحة ونلاقي هاي اللوج او نلاقي هاي الايميل. فلو تأكدنا انه هذا الايميل الايميل تكست فيلد موجود، هيك بنكون تأكدنا انه لساته بعده بهاي الصفحة. فخلينا نسوي نفس الاشي بس بدون الدرايفر دوت سويتش، لانه احنا هون مش لازم نعمل سويتش، لازم نيجي هون بدل السيستم اشطب بنحط هلا هون درايفر دوت فايند اليمنت، ولكن الاليمنت اللي بدنا نلاقيها الباي نيم مش باي السي اس اس سيلكتر. فلهيك احنا نتأكد انه اليوزر نيم الامور تاعيته بالسليم. فهلا هيك فعليا احنا عملنا بروبر ذن ستيبس واللي هي استخدمنا فيها الاسيرت. وهلا المفروض لما نعمل رن ما يتغير اشي ويعمل رن لكل هاي الكيسز. وهي الحالة حكينا بيكون غطينا اول 4 سيناريوز بالاوتوميشن فريم ورك تاعيتنا. وغير نشوف احنا بالفيديوهات الماضية او الفيديوهات الجاي عفوا انه كيف احنا بدنا نضيف فيتشر فايل تاني، نشوف اذا الامور تاعيتهم كيف راح نتعامل مع اكثر من فيتشر فايلز وننظم او نرتب الفريم ورك تاعيتنا. ولكن خلينا نمشي خطوة خطوة. فتح اول وحدة، فتح ثاني وحدة، فتح ثالث وحدة. بعدنا مش حاطين درايفر دوت كويت عشان هيك احنا بنشوف كل البراوزرز موجودين تحت، ولكن احنا راح نشوف مش مشكلة، راح نسكرهم بشكل مانيوال. اهم اشي عندنا انه الفيتشرز تكون صحيحة، وزي ما شفنا اعطانا الانتليجي صح والامور تاعيتنا كلياتها بالسليم والاسيرشنز تاعيتنا شغالة. خلينا نوقف هلا، وبالفيديو الجاي بدنا نضيف فيتشر فايل جديد وبدنا نعمل تيست كيسز جديده.